صباح الخير، صباح العافية، صباح المحبة عليكم متابعينا وين ما تكونون. اليوم بفقرة ميكس راح نعرف شلون نعتني بالإيد بالأظافر، شلون ممكن يصير التقشير للإيد، الأكريليك هم يأثر على الإيد وشلون نعتني بيه، فخليكم وياي. هسه فاطمة راح تحكي لنا شو ممكن نعتني بالإيدينات. مرحبا، السلام عليكم، أنا فاطمة وخبرت الأكريليك. أنا فاطمة والجمالية مال الأظافر نعتني بيها نحنا، وطبعا أكو طريقة تأذي الإيد وأكو طريقة لا، وعلى حسب طريقتنا نحنا بدنا نسويها، نحاول من أذي إيد الإنسان يعني بطريقة كلش حلوة نسوي بيها. ايه، اول شيء نرتب الاظافر، وراها نجي ونزيل اللحميه، ورا ازاله اللحميه نجي نبدا نبني الاظافر، نركب الاكستنشن، ورا ما نركب الاكستنشن نجي نبني عليها بطريقه كلش حلوه من ازي اي شيء. زين، شو ممكن نعتني بالإيد قبل الأظافر؟ قبل الأظافر نعتني بيها، أول شيء نوظفها، عندنا مواد كريمات وترطيب وهيك كل الشغلات عندنا نسويها، وراها نبلش بالأكريليك. زين، ممكن الواحد كلش قد يعتني بإيده من عدا الأكريليك إنه يسوي تقشير للإيد؟ ما عدا الأكريليك مثلاً احتمال كل 15 يوم الواحد يجي يسوي تنظيف يرتب إيده وهيك الشيء. زين، الأكريليك كلش قد والإدامة مالته؟ كل 3 أسابيع الإدامة مالتها. إيه. تنصحين إنه يزيلوها لو بس يسوون إدامة بيها؟ لا، فترات إيه نزيلها، مثلاً إذا تطول المرة الأولى نسويها الشهر الأول والشهر الثاني، إذا اضطرينا نزيلهن، إذا ما به شيء عادي نخليهن. وصلنا لختام فقرة ميكس لهذا اليوم، يا رب المعلومات اللي طرحتها خبيرة الأظافر عليكم استفاديتوا من عندها. انتظروني في فقرات جاية، إلى اللقاء.